بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا نبتدي النهاردة دراسة أحد أسفار الأسفار القانونية الثانية اللي هو سفر الحكمة. ففي مقدمتين قبل أول آية، مقدمة عن الأسفار القانونية الثانية عشان في ناس مش فاهمة يعني إيه الأسفار اللي بيسموها محذوفة، وبعدين مقدمة عن سفر الحكمة، وبعدين نبتدي نقرأ. يعني إيه أسفار قانونية الأول؟ قانونية يعني مقننة، canonical حتى في الإنجليش كده، وده معناه إن في حاجة اسمها تقنين الأسفار. يعني إيه تقنين الأسفار؟ يعني الكنيسة الأولى كان قدامها كتابات كتيرة، والشيطان حب يلخبط الكنائس بالهرطقات، فابتدت بعض الهراطقة يكتبوا كتب وعاوزين يحطوها جوه الإنجيل. فهنا كانت لازم الكنيسة تاخد موقف، كانت طبعا كنيسة واحدة، العالم كله كان كنيسة واحدة، كانش في طوائف ولا انقسامات. فالكنيسة ممثلة في أبائها كبار الرسل والأباء الرسوليين اللي هي الأباء اللي بعد الرسل، قننت أن الأسفار اللي تسمى إنجيل هي الآتي في العهد الجديد: متى، مرقس، لوقا، يوحنا. طب في إنجيل اسمه العبرانيين؟ لا، الكنيسة قالت ده مش قانوني. طب في إنجيل اسمه إنجيل مريم؟ لا، ده مش قانوني. يبقى كلمة سفر قانوني يعني مقنن، يعني معتمد ومعتبر أنه ده جزء من الإنجيل، ده وحي مقدس. طب الأسفار الأخرى أطلق عليها كلمة يوناني في الوقت ده اسمها الأبوكريف. أبوكريفة دي كلمة كانت تقال على ما هو مبهم أو غامض أو ملخبط أو يساء فهمه. فكلمة ما كانتش بتتقال على الإنجيل، لكن بقت تتقال على الكتب الغير قانونية. معلش حاولوا تمشوا معي عشان تفهموا الوضع النهاردة وصل لكده ازاي. فكانوا يقولوا على الكتب اللي هي لم تعتمد داخل الإنجيل بسبب أن كتبها مش من أبائنا الرسل، أو أن في كتابات فيها يعني أفكار غلط بس عاوز الشيطان يدسها تبقى جوه الإنجيل، فبالتالي لخبط الدنيا، فدي سموها أبوكريف. طيب العهد القديم، احنا دلوقتي في العهد القديم. العهد القديم ده كتاب اليهود قبل ما يكون كتاب الكنيسة، مش كده؟ وكتب العهد القديم كانت موجودة في زمن المسيح نفسه، لأن المسيح عاش في مناخ يهودي، وكانوا بيقروا من المزامير وأشعياء والكتب اللي في ايدين. وبالمناسبة ما كانش العهد القديم يجمع في كتاب واحد أبدا، في زمن اليهود القدامى كان يبقى أجزاء. أشهر تجميعة كانت على الأقل ثلاث أجزاء: التوراة جزء، والنبويين أو الأنبياء كانت جزء، وبعدين الكتب التاريخية مثلا جزء. وطبعا في تجميعات تانية تبقى كل كتاب على حدة، لأنه ما كانش في ورق في الوقت ده، فأنتوا متخيلين حجم أي كتاب، بتبقى حاجة ضخمة قوي، وبتبقى زي الرولز كده، يعني إيه سموها لفايف أحيانا، زي اللي اكتشفوا بعضها في حاجة اسمها مخطوطات وادي قمران. دي عملت يعني ثورة علمية، لأنه كانت محفوظة بطريقة حكيمة جدا، فاحتفظت، دي من قبل الميلاد، احتفظت بأنها ما تهربدتش مع الزمن حوالي 2000 سنة. فلقوا فيها جزء كبير من العهد القديم وبعض أجزاء عهد القديم، وبالتالي كانت تؤكد ما اتفق عليه أن الكنيسة ماشية صح وعندها المخطوطات دي من بدر. اليهود كان عندهم كم كتاب يؤمنوا به؟ يهود زمن المسيح كان عندهم 46 كتاب. طب انتوا دلوقتي لما تمسكوا النسخة المعتادة للكتاب المقدس تلاقي كم كتاب؟ تلاقي 39. يعني العهد القديم اللي في ايدينا كنسخة معتادة اسمها النسخة البيروتية، دي مش طباعة الكنيسة الأرثوذكسية لكن كتر خير، دي فيها 39 كتاب. كتاب يعني سفر، اسمه سفر أو كتاب،
لكن بيقال عليك كله الكتاب المقدس، لكن الكتاب المقدس مجموعة كتب، كتب عهد قديم كتب عهد جديد. العهد الجديد ما عليهوش خلاف في الطوائف، يعني أرثوذكس كاثوليك بروتستانت باختلاف طوائفهم متفقين على 27 كتاب من متى لغاية الرؤية. وإن كان حصل في بداية ثورة الإصلاح مارتن لوثر ومن بعده حاولوا يشيلوا بعض الكتب، معروف تاريخيا أنهم حاولوا يلغوا مثلا سفر الأعمال أو سفر يعقوب أو الرؤية، أو كان في محاولات كده، لأن أنتوا عارفين مشكلة القرن الستاشر كانوا سائرين على الكاثوليك بسبب تجاوزات الوضع وقتها، فكانوا عاوزين يرفضوا أي مرجعية، فحتى مرجعية أن الكنيسة بتقول أن هي دي الكتب كانوا برضو ضدها، غير طبعا رفض الكهنوت وحاجة تانية. نرجع لموضوعنا، العهد القديم كم كتاب؟ في الحقيقة هم 46 كتاب، في اللي في ايدينا 39 كتاب، يبقى في ايه؟ في فرق 7 كتب، مش بس 7 كتب، وفي اجزاء من كتب اخرى. يعني مثلا الجزء اللي معايا ده اسمه ايه؟ دي طبعه بقى ماري جرج سبورتنج، وفي مكتبه المحبه حاجه اسمها كتاب الاسفار القانونيه الثانيه. اذا ده ملحق، ده جزء من الانجيل، ده جزء من العهد القديم، وده بيتقري في الصيام الكبير وبنقراه كلنا زي ما بنقرا سفر الاخبار، سفر القضاه، دي زيها زي أي سفر قانوني في العهد القديم. طيب السبع أصفار دول راحوا فين؟ ليه عليهم مشكلة؟ برضو لازم نفهم القصة، ليه مش موجودين في النسخة البيروتية؟ ناس تعبت ترجمت وطبعت، اللي هي فان دايك يعني، اتنقلت من كذا لغة لغاية ما وصلت للعربية. في نسخة مشهورة عند اليهود، النسخة العبرية بتاعت حاجة اسمها تجميعة عزرة. لو انتوا فاكرين حكايات العهد القديم، كان في شخصية حلوة اسمها نحامية، وقبلها على طول شخصية حلوة اسمها عزرة. عزرة ده كان كاتب، الكتبة دول الناس اللي ينسخوا الكتب المقدسة، وعلى درجة شديدة من التقوى والتدقيق والحرص في النسخ. عزرة ده قديس، كاتب وقديس، لأنه ده قام بحملة رجوع اليهود من السبي، وعمر مع نحمية الهيكل، وقاد نهضة روحية، وله كتاب باسمه سفر عزرة. فعزرة اهتم، والبعض بينسب الفضل أيضا لنحمية مع عزرة، لكن اهتم أنه يجمع الكتب. طب ده عزرة ده قبل المسيح بأكتر من 400 سنة، هل في 400 سنة اللي من عزرة لميلاد المسيح ما كانش فيه أي كتب مقدسة؟ دي أول سؤال. ثانيا، عزرة جمع اللي كان يقدر يجمعه، فتسمت تجميعة عزرة، ودي كانت 39 كتاب. طب بعدها بأكتر من 100 سنة جه واحد اسمه بطليموس فيلادلفيوس، ده قيصر العالم، ده كده ملك الدنيا كلها، ده راجل روماني وكان لارج كده حب العلم، فقرر يترجم كل الكتب الهامة لليونانية، لأن اليوناني كان أهم لغة في الزمن، عشان العالم كله يتقارب في المعرفة. كتاب اليهود ايه؟ عبري، مكتوب باللغة اليهودية. فجاب 70 شيخ يهودي يتقنون اليونانية، فين لما يكون واحد بيقرأ عربي كويس وبيتكلم انجليزي كويس، او واحد شاطر قوي في القبطي وفاهم عربي، فيجمع اللغتين. جاب 70 واحد من الشيوخ، عشان كده تسمى الترجمة ايه؟ سبعينية. يبقى الترجمة السبعينية دي نقلا من اليهودية لليونانية. الحقيقة ما تعرف تقرأ في التاريخ تكتشف ان الترجمة السبعينية الهامة جدا، لان قبلها دراسة مستفيضة ايه بالضبط الاصفار اللي يؤمن بها اليهود. الترجمة السبعينية فيها كتب النوع ده، يعني 7 كتب اللي هي مش موجودة عند عزرة موجودة في الترجمة السبعينية. طب الترجمة السبعينية اول حجة تقول ان من قبل المسيح الكتب دي معتمدة عند اليهود أنها كتب مقدسة زيها زي كتب العهد القديم، بدليل لما الشيوخ اليهود ترجموا، ما ترجموش 39 بس، ترجموا 46 كتاب. ترجمة السبعينية تحتوي هذه الكتب. واضح المعلومة دي مهمة ليه؟
لأنه لما حد يقول لك ده أبوكريفة، إحنا قلت لكم كلمة أبوكريفة، لو تكلمت مع واحد من خلفية غربية أو بروتستانتي يقول لك دي أبوكريفة. أبوكريفة يعني مش كتب مقدسة، أو دي كتب دخيلة أو غامضة أو لا قيمة لها، والبعض كمان ممكن يتريق عليه. الحقيقة لا، دي كتب مقدسة، وده إيمان الكنيسة 2000 سنة. خلي بالكم عمر البروتستانت ما يزيدش عن 500 سنة، وهم نفسهم مش متفقين. يعني في طوائف بروتستانتية تؤمن أنه دي كتب تبع العهد القديم، لكن الغالبية يقولوا لا. أما الكاثوليك والأرثوذكس على اختلاف كل بلادهم وشعوبهم، الكتب دي مقدسة عندهم، ودي حجة تانية. ليه؟ الكنائس القديمة اللي بنسميها التقليدية أو الرسولية، اللي هي بقى العائلة الأورينتال زينا احنا، والسريان والهنود والأسحباش، والعيلة الإيسترن بتاعت الجريك والروم والول، وبعدين الكاثوليك بكل طوائفهم، كل دول بيقولوا دي كتب مقدسة. طب ما دول بيرجعوا لمين؟ لجيل الرسل والآباء الرسوليين وهكذا، يبقى معاهم حج. أنا كل ده عشان أقول بس إيه، أنا لما نبتدي في سفر الحكمة ما حدش يفتكر إن إحنا طلعنا بره الإنجيل، إحنا بنقرأ الإنجيل، سفر الحكمة في الإنجيل، بس لما تروح مش هتلاقيه في النسخة البيروتية. لكن لو فتحت الكوبتك ريدر، لو عندك البرنامج الجميل اللي عملوه في أمريكا، هتلاقي طبعا سفر الحكمة موجود، وبكل اللغات، عربي انجليزي فرنسي وكل حاجة، زي كل أسفار الكتاب المقدس. ولو جبت النسخة بتاعت الكنائس الأجنبية الأرثوذكسية للعهد القديم مجمع، تلاقيه محطوط في مكانه، يعني مكانه الطبيعي بعد سفر نشيد الأنشاد، يعني حتى معروف موقعه في تسلسل الكتب. أمثال، جمع، نشيد، حكمة، حكمة سليمان، ترتيبه كده. يعني مش حتى السبعة دول بيتحطوا في الآخر، لا لا، دول متوزعين داخل الأسفار بترتيب معروف تاريخي من بدر. طيب أقول حجة تاني مهمة قوي عشان نعرف قيمة الأسفار اللي بندرسها وقانونية. لما بنقول قانونية يعني معتمدة، معتبرة أنها أسفار مقدسة، وحي إلهي، زيها زي بقية الأسفار. عندنا مرجع آخر هام جدا غير نص الكتاب، تفسير الكتاب في القرون الأولى. ليه؟ أباء الأربع قرون الأولى أو الخمس قرون الأولى اهتموا جدا بتفسير الإنجيل. عارفين ليه؟ لأنه ما كانش حد عنده إنجيل في بيته، يعني ما كانش فيه طباعة، وما كانش فيه كنيسة فيها كل الأسفار، لأنه أنت عشان تنسخ الإنجيل كله 46 كتاب و27، فالكنائس المحلية ما فيهاش كل ده. طب كان الأسقف بقى يعمل إيه؟ واحد زي ذهبي الفم أو أغسطينوس أو قبل منه مثلا باسيليوس وغريغوريو، يعملوا إيه؟ يقعدوا يعملوا درس كتاب زي ما احنا بنعمل كده، يشرحوا، وهم بيشرحوا سفر الحكمة زي ما بيشرحوا سفر العدد، زي ما بيشرحوا سفر المزامير. يبقى واضح ان هم بيتعاملوا مع نفس الكتب بنفس الطريق. وفي الوعظ العادي كانوا يجيبوا آيات كتير من طوبيا، من الحكمة، من يشوع ابن سيراخ، من مكابيين، اللي هي الأسفار اللي احنا هنبتدي دراستها دي. يبقى واضح ان هما بيستدلوا بآيات، زي ما بيجيب آية من التكوين او المزامير بيجيب من الحكمة او يهودات، او يبقى واضح ان الكتب دي مقدسة ومعتبرة عند القديسين الاوائل بشهادتهم كلهم. طبعا الكلام ده الدارسين بيتابعوه من اول جيل، يعني مثلا واحد اسمه كليماندوس الروماني، ده تلميذ بطرس، ده بعديه على طول، ده اول اسقف لروما بعد استشهاد بولس وبطرس. طب الراجل ده استشهد بجزء من آيات الأسفار القانونية، كليماندوس السكندري، كل دول جايين وراء بعض، إيرينيوس ده قرن تاني، العلامة أوريجينوس، كل دول جابوا آيات أثناء شروحاتهم من الكتب دي. فدي حجة أخرى أن الكتب دي موجودة في إيد الكنيسة، بتتعامل نفس معاملة بقية الكتب المقدسة. كلكم كناس أقباط بتلاحظوا أن احنا في أسبوع الألام بنقرأ نبوءات بدري في باكر قداس، أخطيت في قداسات الصوم الكبير، عندنا كل يوم قرايات من العهد القديم، لأنه كان يقال لازم الكنيسة كانت تقرأ العهد القديم والجديد كله في الصوم الكبير. تلاحظوا إن احنا بيجي لنا أيام تلاقي إيه؟ من سفر الحكمة لسليمان، من سفر الحكمة ليشوع ابن سيراخ،
مرة في يوم كده تلاقوا الجمعة السادسة دي نقرأ سفر طوبيا كله. طب ده طقس الكنيسة ده فات عليه 1000 سنة، يعني قبل ما يكون في أي ثورة إصلاح أو بروتستانت. إذن دي حاجة موجودة مستقرة في الكنيسة من بدري، معناها أن الكنيسة شايفة أن ده بيتقري زي أشعياء وزي الخروج وزي بقية الأسفار اللي بتركز عليها الكنيسة أثناء رحلة الصوم الكبير. يبقى لما حد يتكلم عن الأسفار القانونية التانية احذروا من استخدام كلمة أبوكريف، لأن الكلمة دي ممكن تلخبط الناس، وإن كان البعض بيتعامل معها أنها إيه؟ أبوكريفة تقليدية، يعني معتمدة اللي هي دي وأبوكريفة مش معتمدة، لكن بدل ما نتلخبط ما نقولش الكلمة، نقول أسفار قانونية تانية لأنها تجميعة تانية. كلمة تانية مش معناها درجة تانية، لأن برضو في واحد يقول لك أسفار قانونية تانية تبقى أقل أهمية. لا، ما حدش بيتكلم في مستوى الأهمية، دي حاجة تاريخية. إن تجميعة عزرة كانت بدري شوية، تجميعة اللي كانت قبل السبعينية اللي حوالي 280 قبل الميلاد دي كانت فيها الأسفار دي، فبالتالي دي اسمها أسفار قانونية تانية، يعني تم تجميعها في مرحلة تالية، كل ده قبل مجيء المسيح. يبقى ربنا يسوع الأسفار دي كانت موجودة في جيله، بدليل حاجة مهمة قوي. إنجيل يوحنا يذكر عيد من الأعياد اليهودية ما تلاقيهوش في أي سفر في 39 اللي في إيدك، تلاقيه هنا حاجة اسمها عيد التجديد، ده عيد يهودي. فأنت لما تقرأ يقول لك لما جاء عيد التجديد، إنجيل يوحنا مسيح وزمن المسيح، تلاقي إن عيد التجديد ده موجود في قصة المكابيين. مكابيين أول إصحاح 4، في واحد اسمه يهوذا المكاب، لما رجعوا العبادة في الهيكل بعد فترة صراع طويل جدا وجددوا الهيكل، طلع عيد، ده كان قبل المسيح، بدأ العيد ده بحوالي 150 سنة حاجة قليلة، وابتدى اليهود يعيدوا بيه بانتظام وعيد فيه المسيح، اسمه عيد التجديد. إذا ما كتب في سفر المكابيين موجود تطبيقه حتى في إنجيل يوحنا. طبعا في دراسات كتير بس أنا مش عاوزكم يعني تزهقوا. الآيات المتقاربة جدا بين الأسفار القانونية التانية وبين آيات في العهد الجديد، عشان تؤكد أن الرسل وهم بيتكلموا كان دي مرجعهم زي ما كان مرجعهم المزامير وأرمية وأشعية وحزقيال وهكذا. يبقى دي مقدمة عامة عن أسفار الأسفار القانونية التانية، اللي هم إيه بقى ببساطة؟ اللي هو كتاب يهوديت، كتاب طوبيا، كتاب يشوع بن سيراخ، كتاب حكمة سليمان اللي هندرسه أو سفر الحكمة ساعات اتقال عليه، وبعدين مكابين أول وتاني، فاضل إيه ما قلناهوش؟ باروخ. باروخ ده كان تلميذ أرمية، ولو كتابه باروخ مكتوب في سفر أرمية إنه تلميذ أرمية واضطهدوه مع أرمية، لكن له كتاب خاص به. يبقى 7 كتب دول هم دول الأسفار القانونية. زائد إيه بقى؟ زائد حاجة اسمها التتمات. إيه التتمات؟ تتمات يعني كمالة. أتاري سفر دانيال ناقصه إصحاحين في النسخة البيروتية، في إصحاح 13 و14 تلاقيه هنا. سفر أستير ناقصه شوي، كم إصحاح؟ ده الأصل بقى. علماء الكتاب اللي هم مخلصين عارفين ان الكتاب الاصلي في حاجه اسمها التتمات، عشان كده انت ممكن ترجع هنا تقول انا هكمل دانيال بالاصحاحين اللي ناقصين، وفي اجزاء من اصحاحات. يعني في دانيال 3 الجزء اللي كانوا بيصلوا 3 فتية جوه اتون النار موجود هنا في الاسفار القانونيه الثانيه، اللي طلع من النص ده الهوس الثالث. يعني كلمات الهوس الثالث اصلها ايه؟ أصلها دانيال 3 من التتمة. يعني مش هتلاقي الكلمات دي في النص البيروتي لأن اختصروا الجزء ده، لكن في الأصل إيه؟ لا، الإصحاح ده طويل ومكتوب فيه كانوا بيقولوا إيه جوه أتون النار، اللي إحنا لغاية النهاردة ككنيسة قبطية نسبح بيه كل ليلة، الهوس الثالث. يبقى طقس الكنيسة بيؤكد استخدامها للكتب المقدسة دي، تاريخ الكنيسة يؤكد، أقوال الآباء وتفسيرهم، آيات كتيرة قوي من العهد الجديد ترجعنا إلى نصوص الأسفار القانونية التانية. يبقى لما تقرأ الكتاب ده أو أي جزء منه أنت بتقرأ الإنجيل،
دي أول حاجة تتعامل معها بالنفسية ده، زي ما بتقرأ أي كتاب مقدس. لما المسيح قال فتشوا الكتب، كان يقصد الكتب دي زيها زي بقية الكتب المقدسة، إن ما كانش في كتب عهد جديد لسه. المسيح لما قال فتشوا الكتب ما كانش بيقصد متى ومرقس ولو أو يوحنا، ما كانوش كتبوا، كان يقصد تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية، يشوع، قضاة، رعوس، وبرضه هنا طوبيا ومكابيين. كل من سفر المكابيين كمان في قصص. المكابيين دي لهم حكايه بس مش هندرسها دلوقتي بالتفصيل لانها طويله. كان في اضطهاد شديد جدا على اليهود بالذات المتدينين اخر 200 سنه قبل المسيح على طول، فده بيسموه عصر المكابيين. اذا المكابيين دول يهود، ويهود اتقياء تمسكوا جدا بالشريعه، فعد عليهم زمان اضطهاد زي عصور الاستشهاد عندنا. بولس ذكرهم ازاي؟ ما قالش كلمة مكابين بس قال اللي اتعمل فيهم. فاكرين في عبرانيين 11 لما بيقول جازوا في جلود معيز وجلود حيوانات وسكنوا في المغاير وشقوق الأرض. الجزء ده حصل لمين؟ ده بولس بيتكلم فيه. يعني لو قلنا حصل لقديسين العهد الجديد نقول بولس قبله. بولس ما حضرش الرهبنة وشقوق الأرض، وما حضرش مرجرجس، وما حضرش بولس قبل دول. طب بتتكلم عن مين يا بولس وانت بتقول سكنوا في المغاير وشقوق الأرض وجلدوا ونشروا وعذبوا وجالوا طائفين في جلود المعيز والذل ده كله؟ مين شافه؟ المتين سنة اللي قبل المسيح، اللي قبل بولس، لو عصر المكابيين. لما تدرسوا السفر تفهموا اللي بيقولوا في عبرانيين 11 منطبق تماما على الاضطهاد اليوناني العنيف جدا وقت واحد اسمه أنتيوخوس أبيفانوس جرثومة الأثيمة. يعني كان كده إيه، عدو لدود لليهود وبيعذبهم، وفضلوا أمناء للشريعة، فكانوا يقطعوا لسانهم مثلا عشان ما يتكلموش لغتهم، كانوا يأكلوهم لحم الخنزير بالعافية عشان يكسروا الشريعة بتاعتهم، وكانت اضطهاد بشع يعني وقتل بالآلاف. دي مقدمة عن الأسفار القانونية التانية. إذن إحنا بنعمة ربنا نبدأ في دراسة سفر الحكمة كواحد من الأسفار القانونية التانية، وأظنكم بسهولة تقدروا تجيبوا الكتاب اللي اسمه كتاب المقدس الأسفار القانونية. تلاقوا كذا نسخة لأكثر من كنيسة طبعة وأكثر من دير، لأنه ده جزء من الكتاب المقدس. مقدمة سفر الحكمة. سفر الحكمة ينسب لسليمان، عشان كده أحيانا يتقال عليه سفر الحكمة وأحيانا يتقال عليه سفر حكمة سليمان. الكلمتين صح. ما تقول سفر الأعمال أو سفر أعمال الرسل، كلمتين صح مش كده؟ يعني في الإنجليش ساعات يقول Acts سفر الأعمال، لكن في النسخة العربية تلاقي اسمها سفر أعمال الرسل. طب ومال ده؟ مجرد عنوان السفر. فده يؤكد نسب هذا السفر إلى سليمان. هنا بيجي اعتراض. سليمان قبل المسيح بألف سنة أو 950 سنة. إيه اللي فكرنا بيه عشان يتكتب قبل المسيح بفترة بسيطة؟ هو الحقيقة سليمان كتب آلاف الأمثلة، ودي موجودة في سفر الأمثال، إن سليمان أتقن الشعر والأمثال بالآلاف. إذن سفر الأمثال أو الجامعة لا يشكل كل ما كتبه سليمان، بشهادة سفر الأمثال والجامعة. فكنيسة العهد القديم احتفظوا بأقوال لسليمان ورتبوها الجماعة المعلمي اليهود، وبقت سفر الحكمة بس منسوبة لسليمان. الدليل على كده لما نوصل لحكمة 9 هتلاقوا سليمان بيقول أنا الملك اللي حصل لي وحصل لي وحصل لي، تلاقي الكلام ما يركبش غير على سليمان. يبقى نفس السفر بيقول لنا مين الكاتب، يعني مش هنقدر نجتهد. وحتة انه طب ده كتب بعديه بفترة طويلة قوي، طب ما هو ممكن واحد زي ما تكون بنوعظ وبعد كده يعني بناخد عظات للبابا شنودة تنزل كتب بعد نياحته بسنين، مفيش حاجة، بس ده كلامه ممكن. فبالتالي كان في كلام مسجل لكن ما كانش اتجمع ككتاب منفصل في كتاب سفر الحكمة إلا بعد زمن سليمان بفترة. سفر الحكمة لو تذكروا مرتبط بحياة سليمان. ليه؟ سليمان ابن داود، وسليمان ده الابن
الروحي لداود. يعني داود كان لخبط جامد لو انتوا فاكرين، وبعدين الطفل الأول نتيجة الخطية مات، اتولد بعديه سليمان. إذن داود كان في إيه؟ في حالة توبة، في حالة حب لله، في حالة نقاوة، لأنه كره الخطية واستقام جدا بعد الغلطة دي. وبالتالي داود ركز مع ابنه الجديد سليمان في التربية الروحية، عشان كده تلاحظوا أن أغلب أولاد داود مش عارف أقول إيه، مش كويسين. لكن سليمان بالذات خد من أبوه كتير قوي، حتى لو عارفين أن في مرحلة من حياتهم كان ملخبط، لكن سليمان بدأ بروحانية عالية جدا وله مزمور خاص بيه كمان. فسليمان أول ما قعد على الكرسي صهر طول الليل يصلي يا رب اديني حكمة، وشاف المسيح بعينيه. إذا ما حدش يفتكر أن سليمان ده شخصية وحش، أغلب الشعب القبطي فاكر لسليمان حكاية الستات دي والملكات اللي لخبطوه، بس سليمان في الأصل لا، ده هو ملك عظيم وشخص روحاني شاف المسيح وكتب أصفار دسمة قوية وكان حب ربنا جدا في أول ملكه. سليمان بعد ما خد الحكمة النازلة من فوق بعد ليلة صلاة طويلة قوي، وكان فعلا أشهر شخص بالحكمة في زمنه من كلام المسيح نفسه، وعده أنك إيه هتاخد حكمة ما خدهاش حد لا قبلك ولا بعدك، ومن نسلك يجي المسيح، برضو ده الوعد اتجدد في داود واتجدد في سليمان. سليمان انشغل ببناء الهيكل، والمرحلة الأولى دي اللي كان بيبني فيها الهيكل كانت زي سليمان العاشق لله، واحد بيحب ربنا جدا مركز فيه جدا ومسخر كل شيء لبناء بيت ربنا. وعشان كده وقت تكريس الهيكل شاف المسيح تاني، ويعتقد في الوقت ده كتب سفر النشيد، لأنه كشاعر وفنان عاوز يعبر عن مستوى العلاقة اللي بينه وبين ربنا كأنها علاقة عشق، عبر عنها بالرومانسية اللي موجودة في سفر النشيد. وده كلام حتى اليهود القدام بيفسروا النشيد كده، مش بس كلام نحن كمسيحيين وأبائنا القديسين علمونا كده، لا ده حتى علماء اليهود القدام كانوا عارفين ان النشيد مش مقصود في حرف، زي ما يطلع حد النهارده يقول لك سليمان كان ملك وكان بيعاكس جارية لا 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 لا، الكلام ده مش موجود خالص، ده هو كاتبه باسلوب ادبي، لكن في كلمات كتيره داخل سفر النشيد تؤكد انه ده واحد عاشق لله، وفي تشبيهات كتير عباره عن غزال وغزاله عشان يتفادى الحته اللي ايه يعني الغزلية الزيادة، عشان ما حدش مخه يروح في حاجات وحشة. وبعدين الكلام كله عن ملك ما فيهوش غلطة، وبعدين عبدة غلبانة تبقى ملكة، طب ما هي دي النفس البشرية، وهي دي سليمان نفسه، النفس الإنسانية اللي مليانة غلط، والمسيح حبها وخلاها عروس. إذا كتب سفر الأمثال وكتب سفر الحكمة وكتب سفر النشيد. وبعدين جت مرحلة في حياة سليمان، سليمان راح السماء بدري، مات بدري يعني ما طولش، يعني في جيله كانوا ممكن يقعدوا 100 سنة، سليمان يعتقد مات 60 سنة وداود مات 70 سنة، ما عمروش الناس دي كتير يعني. لكن في مرحلة كده يبدو في الخمسينات سليمان من كتر السياسة بقى، لأنه كان أعظم ملك في زمنه، استحل أنه يأخذ ملكات وبنات الملوك كنوع من ايه مجاملة الملوك، والموضوع فتح معاه ويقول الكتاب أزغنا قلبه عن عبادة الله، وخدوه يبخر للأوثان، وكل ده كان بيعمله قال يعني إرضاء لزوجته، ودي كانت مرحلة وحشة جدا، وكاد سليمان يهلك لولا ما تاب. تاب وكتب سفر الجامعة كأنه سفر اعترافات، عشان كده سفر الجامعة ساعات يبقى فيه غموض شوية، سفر الجامعة اللي يقراه يحس انه في فلسفة وفي غموض، هو عمال يقول باطل باطل باطل، ايه بيكرهنا في الدنيا ليه؟ بيكرهنا في العيشة ليه؟ لا ده راجل بيكتبه في سن 60 اخر سنة من عمره، وبيقول ما تستاهلش قبض الريح وما فيش منفعة تحت الشمس، وبيقول انا جربت كل حاجة وفي الاخر بقول لكم صدقوني باطل، واسمع ختام الامر كله اتق الله واسمع وصايا لأنه يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شر.
إذن كأنه سفر الجامعة ده اعتراف من سليمان، ويميل هنا أنك ما تمسكش في الدنيا خالص. بينما سفر الأمثال وسفر الحكمة متقاربين في حاجات كتير. لما نيجي نقرأ سفر الحكمة، كلكم سقريتوا الأمثال كتير، ما تقرأ سفر الحكمة هتحسوا أن في آيات كتيرة ليها الشبه بتاعها في الأمثال. كلام كتير عن الحكمة، عن البر، عن الصح والغلط، عن البعد عن الغلط، عن حب ربنا للناس الكويسين الصالحين، وأن الأشرار نتيجتهم ونهايتهم وحشة. الكلام ده كله احنا سمعناه في الأمثال، هنسمع شبهه في سفر الحكمة. إذن سفر الحكمة ينسب لسليمان، سفر الحكمة يميل أنه يكون شبه سفر الأمثال، شبهه بس طبعا بيقول كلام آخر في حاجات كتير. سفر الحكمة زي كل أسفار الكتاب المقدس تقدر تلاقي فيه المسيح. خلي بالكم احنا لما بندرس العهد القديم مش بندرسه لمجرد المعرفة، احنا شغلتنا نمسك في ربنا يسوع ونحب المسيح ونشبع به ونتملي بروح، وكل الكتاب محى بمن الله ونافع. الانجيل نفسه قال كده. يبقى لما تقعد مع اي نص كتابي، عهد قديم او عهد جديد، انت قاعد مع المسيح. ولما تقروا سفر الحكمة وتمشوا معايا نعيشنا الفترة الجاية، هتلاقوا آيات صريحة، نبوءات دقيقة عن مجيء المسيح وعن شخص المسيح، زيها زي بقية كتب العهد القديم اللي بتتنبأ عن المسيح. يبقى سفر الحكمة بيتكلم عن الحكمة وبيشاور على المسيح، لأن الحكمة في كتب سليمان بالذات مش مجرد صفة. لما واحد يقول لك ده فلان حكيم، حكيم يعني إيه؟ يعني بيتصرف أحسن من غيره، عنده حكمة. لا، بس في حاجة تاني، في مفهوم آخر واضح في سفر الأمثال وسفر الحكمة، إن الحكمة مشخصنة. يعني إيه؟ الحكمة بنت بيتها. يعني إيه الحكمة بنت بيتها؟ هي بني آدم، ما هي ربنا، الحكمة ده المسيح نفسه. فهتلاقوا في آيات ما تتفهمش غير لما تحط بين قوسين الحكمة، بين قوسين ربنا يسوع المسيح نفسه. عشان كده بولس يقول المزخر فيه كل كنوز الحكم. يعني ما هو مصدر الحكم؟ هو حكمة الله المسيح نفسه، حكمة الله أو الحكمة الكاملة. تعالوا نبدأ سفر الحكمة لسليمان الحكيم. بيقول في أول إصحاح: أحبوا العدل يا قضاة الأرض، واعتقدوا في الرب خيرا والتمسوه بقلب سليم. اللي أرى منكم سفر الأمثال تلاحظوا أنه في الأسفار من النوع ده ممكن آية واحدة تبقى موضوع لوحده. يعني في بعض الكتب المقدسة تعرفش تفصل الآية عن الباراجراف كله. ليه؟ لأنها حكاية أو لأن الكلام متسلسل. في بعض الأسفار ممكن تحس أنها كأنها سطور نازلة ورا بعض، بعضها بينهم ارتباط وبعضهم ممكن ما يكونش ارتباط، بس كل آية ممكن تعيش فيها لوحدها. من هنا لما بتحفظ آية واحدة دي درس في حياتك، حتى لو ما حفظتش بقية الجزء، ما هي كل آية هنا ممكن تاخدها وتعيش بيها وتركز فيها. بيقول إيه؟ أحبوا العدل يا قضاة الأرض. أولا هو كملك قاضي سليمان، الأيام علمته أنه انتظام حكمه أو استمرار كرسي مرتبط بالعدل، ودي لي شواهد في الجامعة وفي الأمثال نفس الفكرة دي، أنه أي حاكم يعني يطول حكمه ده مرتبط بالعدل، لو ما كانش عادل أو مستقيم لا يمكن يستمر طويلا. ده خبرة التاريخ كلها. ليه؟ لأن فوق العالي عالي والأعلى فوقهم، فربنا ما بيحبش الظلم، ما بيحبش الخبث، ما بيحبش الغش. فلو المسؤول الكبير يميل للحاجات دي يبقى عمره قصير، يعني مش هيطول في الحكم، لأن ربنا لو طول باله شوية لكن هو مش بيوافق كده. فبيقول يا قضاة الأرض، أيا كان المسؤول، حبوا العدل. طب هي دي تفيدنا في إيه؟ طب أنت مش قاضي ولا أنا قاضي؟ لا، ما احنا أحيانا بندخل في موقف قضائي. يعني إيه؟ ساعات تتقال قدامنا قصة ونحكم. لا، ما تحكمش، استنى، خليك عادل.
احنا للأسف أغلبنا بنلعب لعبة القاضي وإحنا مش قضاء، ودي حاجة وحشة قوي. بينما أجمل منها لعبة المحامي. لعبة المحامي حلوة، طبعا أخطيت، أنا ما أقصدش هي شغلة المحامي، لكن دور المحامي يعني دور حلو، لأنه أحد ألقاب الروح القدس المحامي، أو يعني كلمة من توصف الروح القدس كأنه الشفيع أو المحامي. فأنت بتتشبه بربنا لما تبقى محامي، لما بتحامي عن الناس، تستر على الناس، تنقذ الناس، أنت بتتشبه بربنا. طب لما بتحكم عن الناس حسب نص الكتاب، أنت بتحط نفسك في مساءلة على نفس المستوى. يعني لو قلت على واحد أنه كذاب، هتتحسب عليك كل الكذبات اللي أنت بتكذب. أنت مش أنت بتقف على الكذب وبتشخصه؟ تعال نتحاسب بقى. قلت على واحد طماع، تعال بقى كل لحظة حب فلوس وبخل في حياتك هتترصد عليك. ودي فكرة بالكيل الذي به تكيلون إيه؟ يكال لكم. خليك عادل، حقاني يعني، خليك حقاني. أنت بتغلط ولا لا؟ طيب بدل أنت بتغلط وأخوك بيغلط، ماسك له طوبة ليه؟ هتحكم عليه ليه؟ قبل ما تحكم عليه ما تحكم على نفسك. هتقولي لا أنا ما بعملش اللي هو بيعمله، ما أنت بتعمل حاجة تانية وخطية برضه، وأي خطية تتحاسب عليه. وبعدين مين عارف، ما يمكن الخطية اللي أنت مضايقك دي أنت بكرة تقع فيها، بدل أنت خاطي بطبيعتك. إذا حبوا العدل يا قضاة الأرض، تعني إذا كنت مسؤول خليك حقاني وعادل، وإذا كنت شخص عادي زينا كلنا خليك حقاني في أنك أنت بما أنك ضعيف وبتغلط ما تبقاش قاضي أبدا، ما تحكمش على حد، خليك عادل. عادل يعني إيه؟ قول في بالك كل الناس ضعفة، كل الناس خطأ، كلنا تحت الألم، وبالتالي تاخد موقف المحامي مش القاضي. اعتقدوا في الرب خيرا، هي بالبلدي عشموا خير في ربنا. اعتقدوا في الرب خيرا، زي ما بنقولها في الصلاة، فلنشكر صانع الخيرات. يعني انتظر من الله دائما الخير، صدق ان ربنا إله خير مش إله شر، وانه ما عندوش شر في طبيعته، وانه ما فيش حاجة اسمها شر ينسب لله. ان كان في شر ينسب للبشر بسماح من الله، لان الله احترم إرادة الإنسان، لكن هو ما بيحبش الشر طبعا. فاعتقدوا فالله خير، لأنه بتطلع لنا بدع كل شوية، وكأن الله مسؤول عن شرور العالم. هنحاسب ربنا على شر هو ما تسببش فيه. هتقولي طب ما هو مسؤول. لا، ما في فرق بين أنه سامح بيه وبين أنه هو سبب. سبب يعني ده غرضه، حاشا، ربنا ملوش غرض يأسي حد أبدا، يريد أن الجميع يخلصوا. هو كان عاوز آدم وحواء يغلطوا؟ كان عاوزهم يطلعوا بره الجنة؟ كان عاوز الموت يدخل للعالم؟ طب ده كلفه خلاص، هذا مقداره، يبقى دي مش إرادته. لكن طب ليه سامح؟ لأن الإنسان حر، مش مخلوق على شبهه، مش بيحبه، بدل بيحبه لازم يديله حرية، والحرية دي كلفت ربنا كتير أوي. إذن اعتقدوا فالله خير. لما يجي لك الشيطان يحاربك ويقول لك ربنا بيذلك، قول له لا، ربنا صانع خيرات، ربنا بيعالجني. في فرق بين بيذلني وبيعالجني. لا، بيعالجني وماله، لما تعالج حتى لو العلاج مر شوية، ده بيحبني، بيوجعني عشان أخف، عشان أروح السماء، لكن هو مش شرير عشان يعمل فيا الشر. وده القصد في الآية اللي قالها أيوب، أن أيوب من أصفار الحكمة برضه، الخير نقبل من الله والشر نقبل. هنا الشر مش معناه الشر اللي هو إيفل، يعني اللي هو الخطية، لأن ربنا مش بيديك خطية، لكن ممكن يجيب لك وجع. أيوة طبعا ممكن، هو اختار الصليب، هل الصليب شر؟ بالنسبة للناس دي حاجة مؤلمة جدا، بس ده مش شر، ده بسببه احنا كلنا هندخل السماء. فاعتقدوا فالله خيرا، التمسوه بقلب سليم. يعني لما تيجي تكلم ربنا خلي قلبك سليم. هو في قلب سليم وقلب مش سليم؟ طبعا. تصور واحد بيصلي وكل اللي في قلبه يستغل ربنا انه يكسبه فلوس،
ده قلب مش سليم، او انه هو يوافقه على غلطه ويمشيله أغراضه الغشاشة، ده قلب مش سليم. لا، التمسوه بقلب سليم، يعني ما تكون قلبك سليم، قلب تائب، قلب نظيف، كل طلباتك حلوة عند ربنا، لأنك بتقول له رب دخلني السماء، اطلبوا ملكوت الله وبره، استر عن الناس دي كلها، وصلها السماء. يبقى تلتمسه بقلب سليم. لكن في واحد قلبه مش سليم، هل ممكن واحد بيكره الناس يجي يصلي وبعدين صلاته تبقى مقبولة؟ ازاي مش هتبقى مقبولة؟ لأن القلب غير سليم. يبقى بيعلمنا ان الصلاة راجع قلبك، هل قلبك سليم؟ انت بتحب الخير للناس، انت عاوز السماء ولا عاوز الأرض؟ لو قلبك سليم هتقول عاوز السلم، اطلب، اطلب وتجده في الاتجاه ده براحتك، اسأله تعطوا اقرأه ويفتح لكم، كل من يسأل يأخذ، بس التمسوه بقلب سليم. فإنما يجد الذين لا يجربونه، ويتجلى للذين لا يكفرون به. يعني إيه؟ مين يلاقي ربنا؟ اللي بيثق في ربنا. طب اللي بيجربه، يعني إيه بيجرب ربنا؟ يعني مش مصدقه، فبيقول طب هشوف هتعمل فيا إيه. يعني واحد يقول لك إيه، أنا هسرق وأشوف، يعني هيعمل فيا إيه، يعني هغلط واشوف هيعمل فيه ايه. لا، ما تجربش ربنا، ده معناه انك انت عندكش اي ثقة فيه ومش بتسمع كلام. زي حيلة الشيطان لما راح للمسيح قال له ما ترمي نفسك، قال له لا تجرب الرب الهك. لا، انا مش هرمي نفسي، انا مصدق ان ربنا بيشيلني، مش محتاج اقول له اثبت لي، لان في اية بتقول جربوه، فاهمين؟ يعني في اية بتقول ما تجربش، وفي اية بتقول جربوه، هي دي عكس دي ولا ايه؟ لا، مش عكس بعض. ما تجربش ربنا بالغلط، جربه في الوصية، يعني هاتوا العشور وجربوني. دي حاجة حلو انك تقول له رب انا على قد قوي، لكن انا اكراما لوصيتك هطلعه اكتر من العشور. فيقول لك وهتشوف، هتشوف اعمل معاك ايه. لا، في بركة طبعا. يبقى هنا انا جربته في وصيته، يعني ايه؟ مشيت ورا كلامه في الصح، فشفت النتيجة اللي وعد بيها. هنا دي مش عدم إيمان، دي ما تزعلش ربنا، بالعكس دي تفرح. لما واحد يقول له يا رب بص بقى أنا هبطل أفكر وهرمي عليك الموضوع ده كله، مش هفكر فيه خالص. طب جرب، ما تخافش، جرب هتلاقي أحلى نتيجة. هنا جرب، لكن تقول هكذب واشوف هيحصل إيه، لا ما تجربش ربنا، لألا في مرة يرفع إيده تغرق، هتغرق، هتدفع ثمن غالي. يبقى هنا يقول يجدوا الذين لا يجربونه، يعني اللي واثقين فيه وفي كلامه وبيسمعوا كلامه ومش بيتحدوا قراءته هيلاقوه. يبقى في واحد بيقول أنا بصلي مش بلاقي نتيجة، طب شوف حياتك قبل صلاتك، لتكون أنت عايش حياة ضد إرادة الله، جاي تصلي طب ما انت كأنك بتجربه. الأول اظبط حياتك على كلام ربنا، وبعدين اطلب اللي انت عاوزه تاخده، لأنك هتطلب حاجة كويسة مش هتطلب حاجة وحش. يجدوا الذين لا يجربونه، ويتجلى للذين لا يكفرون به. يعني اللي عنده إيمان شديد يبقى شايف ربنا كده زي ما بيشوف الشمس، يتجلى. يبقى احنا لما بنقول مش شايفين ربنا، ربنا مش واضح قدام عينينا، فين وفين لما نشوف لمسة كده أو تدخل إلهي، ده قلة إيمان. لكن لو إحنا إيماننا قوي قوي هنشوف وهنحس بوجوده، وفي كل خطوة هنلاقيه. لأن الأفكار الزائغة تقصي من الله، برضو دي آية مهمة. ليه؟ في كتير ناس أفكارهم زائغة، أفكاره رايحة في بدعة، في موضة جديدة، في خطايا غريبة، في حاجات كده يعني اختراعات بشر. الأفكار الزايغة دي تقصي، يعني تبعدك عن ربنا. لما واحد ينبهر بحاجة في الدنيا زيادة تبعده عن ربنا. يونان النبي قال حكمة جميلة أوي شبه دي بالظبط، قال الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمته.
يعني يونان مشي ورا فكرة زيغة، أنا أروح ترشيش وأخد أجازة وأبعد عن وش ربنا. إيه ده؟ إيه الأفكار الزيغة دي؟ تبعد عن ربنا إزاي؟ ومش هيشوفك إزاي يعني يونان؟ في حاجة اسمها كده، دي أفكار زيغة تقصي عن الله، بعد عن ربنا فكان هيهلك. لما دخل جوف الحوت وابتدى يصلي رجع لربنا. احذروا لأن دماغنا دي ساعات تشت كده، يبقى فيها زوغان، أفكار زائغة، فتلاقي نفسك حاجة الدنيا واخد عقلك زيادة، نفسك تشتري حاجة هتعيش سنين تحوش لها. ليه كده؟ ما تبص على السماء، الخير اللي يجي حلو، لكن ما تقعدش تنشغل انك تشتري الموضوع ده وتحوش له بالسنين، ما تستاهلش الحكاية كل ده. او افكار زيغة انك انت حد بيكرهك قال يعني وانت عاوز تنتقم منه، ايه الزوغان ده؟ هتفصلك عن ربنا، تقصي عن الله، دخلت في حتة وحشة، سحبت من ربنا خالص، بعدت عنه. يبقى هو بيقول لنا نفس المعاني، اللي عاوزين ربنا يصدقوا ربنا ويطلبوه من قلب سليم، وما يسيبوش الأفكار الزايغة تلخبطه. اليومين دول الحقيقة الجيل الجديد عنده أفكار كتيرة زايغة، كل شوية يمشي ورا اختراع جديد وموضة جديدة وبدعة جديدة، غلبانين وبيبعدوا عن ربنا كل مادة. وللأسف بقى الحاجات دي بتاخد كبير وصغير، ولما نيجي نقول يقول لك ما انتوا كلامكم بقى بتاع زمان، ده بتاع زمان، ده بتاع ربنا في الزمان، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، ربنا مش بيعجز. إنما البعض بيعتبر إن حق ربنا ده يعني موضة قديمة، كل دي أفكار زائغة. فيقول لك مثلا إيه، وليه لازم جواز؟ ما الناس تعيش براحتها. يا حبيبي ده نظام ربنا، دي أفكار زائغة، واللي هيعيشوا بره الزواج خلاص اتفصلوا عن ربنا. مهما جملت الصورة وقلت دول ناس ده مجتمعهم بيقول كده ونظامهم كده وحياتهم كده ومش بيأذوا حد، بعدوا عن ربنا، ما نفلسفش الأمور، دي أفكار زائغة تقصي عن الله. أو واحد يقول لك إيه، أنا لو شربت ده ولا اتمتعت بحاجة أنا مش بأذي حد، ليه ربنا يزعل؟ يا حبيبي دي أفكار زائغة تقصي عن الله. هو الموضوع مش إنك ما بتأذيش حد، أنت بتأذي نفسك أولا، ومين قال إنك مش هتأذي اللي حواليك كمان بعد شوية؟ فأي فكرة زائغة هي بتبدو براقة في الأول، لكن هي تقصي عن الله. الحياة لما راحت لحواء جابت لها فكرة زائغة كده، لا كلي ما تخافيش، هتبقي زي ربنا. ايه الزوغان ده؟ هو اللي قاله ربنا ما كانش مفهوم، ما كان واضح، لو كلتي هتموتي. هنا زيغتها عن الحق، ضيعتها. افكار الزائغة تقصي من الله، واختبار قدرته يثقف الجهال. يعني لما تختبر قدرة الله، يثقف هنا يعني يعلم او يوعي. كلنا عندنا جهل روحي، لما نختبر قدرة الله وحكمة الله وإرادة الله، ويبقى إيدك في إيد ربنا يوم بيوم، وتبقى بتسمع كلام ربنا وبتصلي وتكلم ربنا، تختبر. كلمة يختبر دي كلمة جميلة، اختبار يعني بقى فيه خبرة، يعني واحد شاف ربنا في حياته، عارف لما بيصلي كويس كل حاجة بتتحلسة. واحد بيقول لي احنا داخلين على الصوم والصلاة بقى، أنا بحب الموسم ده قوي، كل المشاكل بتخلص فيه. قال لي أنا دي خبرتي، كل الطلبات الصعبة بتتحل في الموسم اللي جاي. ده اختبار حلو، خبرة روحية مع اللي الكنيسة بتقول الصوم والصلاة هم اللذان يخرجان الصوم والصلاة هم اللي، ما ده دي تعليم الكنيسة، تعليم الإنجيل. طب أنت جربت اختبرت ده؟ دي قدرة الله، لما تختبرها تبقى عارف ربنا، يثقف الجهال، ما بقتش جاهل، بقيت عارف ربنا كويس عن خبر. أقرأ ثلاث آيات ونكتفي النهاردة. أحبوا العدل يا قضاة الأرض، واعتقدوا في الرب خيرا، والتمسوه بقلب سليم، فإنما يجدوا الذين لا يجربونه، ويتجلى للذين لا يكفرون به، لأن الأفكار الزائغة تقصي من الله، واختبار قدرته يثقف الجهال. مجدا للثالوث الأقدس. ناخد آية واحدة.
ناخد الآية اللي بتقول الأفكار الزائغة تقصي من الله. قولوا معايا الأفكار الزائغة تقصي من الله. كمان مرة الأفكار الزائغة تقصي من الله.